ازيكم؟ معاكم دكتوره شيماء صلاح من عيادات لايف كلينيك، اخصائي التغذيه العلاجيه وتنسيق القوام بدون جراحه. النهارده هنتكلم عن جهاز الراديو فريكونسي، وهو الاسم المتعارف عليه في جهاز الار اف. جهاز بيعمل على شد الترهلات وعلاج السوليت في اماكن مختلفه من الجسم، مثلا منطقه الفخذين والارداف ومنها منطقه البطن وكذلك الذراعين. النهارده هنشرح لكم طريقه عمل الجهاز. تمام، اول حاجه بنبدا ان احنا نحط لوشن زي ميديا علشان نحمي البيشنت بتاعنا، وبنحدد الانتنستي بتاعه الجهاز على حسب التولرانس، قوه تحمل المريض. نبدا نشغل الجهاز ونحركه بالطريقه دي سيركولر. جهاز بيحفز الجلد على تكوين كولاجين بصوره اكبر، بيعمل ستيميليشن لمور كولاجين سنسز، بيعمل على تسخين الاجزاء الداخليه للجلد مع الحفاظ على بروده السطح بالشكل ده. طيب بنتسأل كتير، يا دكتور انا محتاجه كام سيشن مثلا، او انا هحتاج اعمل قد ايه؟ طبعا ده بنحدده على حسب الاريا اللي شغالين عليها وكميه الفاتس اللي انا شايفاها او كميه السيريك، بس هي بتبقى وزن رينج من 4 ل 6 جلسات. شكرا.